هلا يا احلى عائله، شلونكم كيكاتي؟ ان شاء الله كلكم تكونون بخير. اليوم الفيديو بناتي خلينا نقول 100% صراحه نمت نومه ما بعد الريوق، هاي الامهات يعرفون عنها اكثر، فقعدت قلت ليش ما اسوي مكياج كوري. يمكن من اول ما صارت هبه المكياج الكوري انا كلش عاجبني اجربه على وجهي، لان شويه ملامحي ناعمه احس راح يطلع كلش حلو، بس انا ابد ما سويته وابد ما جربته، فقررت اليوم اسويه وياكم وانتم هم سووه. دزوا لي لكاتكم اللي سويتوها على الانستا. طبعا كلش حابه اسويه لانه المكياج الكوري كلش ناعم وكلش حلو، حتى يفيد البنوتات الصغار ويفيد اهم يعني البنوتات الكبار. شوي خلينا نطلع من لوك المكياج العربي كله طوخ وهواي اشياء، فتعالوا انا وياكم نشوف المكياج الكوري شلون راح اسويه وشلون راح يطلع علي. طبعا هاي فقره البيوتي ما راح تكون الفقره الاولى والاخيره، بين فتره وفتره راح نرجع نسوي اشياء بيوتي، مكياج، شعر، اظافر، نحاول بين فتره وفتره انزل لكم فيديو بيوتي. بس يلا تعالوا خلونا نبدي فيديو اليوم. طبعا اول شيء البشره الكوريه تحسوها بشره كلش يعني تلمع وصافيه كلش حلوه. فاول شيء انا رطبت بشرتي قبل ما ابدي وياكم، وهسه راح اخلي البرايمر، راح اخلي شويه كميه هوايه اكثر من المعتاد حتى هيك البشره تبين تلمع وصحيه. هذا تشوفوني اباع منه لانه خليت المرايه منه صراحه، لانه مرايتي بطول الستاند مالي الكاميرا فما اقدر اخليها لقدام. طبعا سامر جو رجلي، هاي اعتبروا خلفيه مال الفيديو، اوكي خلفيه موسيقيه مو الكوريات ما يستعملون هم كريم اساس، يعتمدون فقط على بشرتهم وعلى خافي العيوب. بس بما انه اني مو مثلهم بيضة لانه الكوريات كلش بيض، فراح استعمل كريم اساس، وهذا الكريم اساس بوقتها اني اشتريته كان افتح من لون بشرتي فباقي جديد واصلا ما مستعملته، فراح استعمله اليوم حتى افتح بشرتي بيه حتى تكون نفس بشرة الكوريات. بس اني كنصيحة لكم اذا انتم تسوون تريدون تطلعون برا خلوا بلون بشرتكم، بس اعتمدوا لك العيون وهاي الشغلات على الطريقة الكورية. اول شي قلت لكم راح استعمل هذا صراحة كان ماركة كاترس، بس لانه طلع افتح من بشرتي يمكن بدرجة او درجتين ابد ما استعملته. خلونا نجرب هسه اسوي انا وانتو. نحاول نوزعه في كل مكان. طبعا الكوريات ما اعرف ليش شيء يسوون طبطة ويش كلش قوي، احس البشرة ما اعرف ايش يصير بيها. على العموم احنا ما ناخذ الطريقة، احنا بس ناخذ شو اسمه. اوكي اذا تشوفون شلون افتح من البشرة، من هم كلش يحبون البشرات الفاتحة يعني ما شاء الله، تحسهم شفافين هالقد ما بيض. اريد اسولف لكم بموضوع، بما انه احنا دا نسوي مكياج فتعالوا نستغل الفيديو ونحكي في موضوع معين. اخر فترة كلكم دا تلاحظون انه اني سمنانة وانه اني صايرة اكل. اوكي اكو اسباب ثانية للسمن، بس السبب الاول والاخير او الحقيقي خلينا نقول اكثر شيء هو الاكل. انا سابقا كنت اكل وجبة واحدة، بالفترة الاخيرة قمت اكل كل شو هواي اكل. قبل ليش؟ قبل من كان اكو شيء يضوجني، اي شيء يزعجني يعني اي شيء بالحياة يزعجني ابطل اكل وتنسيت شهيتي وما اقوم اكل، لحد ما وصلت الفكرة معينة. لانه دا اشوف روحي انا من دا يصير شيء اثر على نفسيتي، نفسيتي تتعب، اول شيء اقوم ما اكل، ثاني شي شعري يقوم يوقع، بشرتي تتعب، مجرد ما تعبت نفسيا لو بكيت شويه اطق حبايه بوجهي. فبديت اكتشف انه الحياه ما تسوى انه واحد يزعل وينقهر على اي سبب كان يكون، اي سبب، اوكي؟ يعني اذا نحكي احنا بشكل عام. زين؟ فقررت بعد ما اضج ابد، وشنو ما يصير ما اضج، حرفيا واصله لدرجه انه من اكو شي مثلا يزعجني او خلينا نقول هو موقف مزعج انه الواحد لازم ينقهر يبكي انا اقعد اضحك علي للموقف وما اهتم. من صرت هيجي بنات احس حتى نفسيا تغيرت والله العظيم، قمت ما اتاثر بشي، ماكو داعي، انت هاي نفسيتك والحاله النفسيه كلش تاثر على كل شيء، على شخصيتك، على نفسيتك، على شعرك، على بشرتك، حتى على حياتك اليوميه، فلا تهتمون. اي شيء يصير بالحياه طنشوا، والله فعلوا هرمون التطنيش وعبروا كل شيء، راح تعيشوا راح تشوفون انه راح تتحولون من انسانه الى انسانه جديده. خلصنا تقريبا مكياج البشره، بس احس الهالات شويه ما راحت عندي، صار لي كم يوم ما كنا
باعوا سامر. سامر دا يشق الانياب مالته فما دا ينام زين بالليل، يوميا مسوي لي سهره فنيه. راح استعمل هاي العلبه مال المكياج، راح اسوي الوان ورديه لانه هو المكياج الكوري اغلبه يكون الوانه ورديه وتركيزه يكون بس على العيون. شوفوا انا اسوي لكم وانتبه انه انا ناسي اجيب شغلات، بس مو مشكله عود نروح نجيبها. خلونا نبدي بمكياج العيون، بس خلينا ناخذ بروش. اوكي هاي زينه، لا هاي احسن للدمج. حاخذ اول شيء لون فاتح. سامر رجع البصلايه بمكانها. سامر يجر السله من جوا، السله مال البصل يجرها وياخذ البصل ويقعد يلعب بيه يستغل. بس هيك راح اوزع على مود ال شو يصيحوا له الكونسيلر اللي خليته يثبت. وراها راح اخذ لون وردي، هذا اللون جي احاول اسوي على الخفيف. ما راح اركز هنا لان هذا صار شويه راح نمسحه احنا. قولوا لي انتم من صارت هبه المكياج الكوري جربتوه؟ لو بعدكم مثلي ما مجربي هسه توكم دا تجربوا. اذا ما مجربي يلا تشجعوا وياي على الوهس، باوع الفيديو وحضري مكياجك قدامك وقعدي سوي. حتى هيك مو بس اني انصدم بالشكل النهائي، يا ريتكم انتم همين لما يخلص الفيديو انتم تنصدمون بشكلكم النهائي. قومي يعني سوي هاي خطوه بخطوه. اجي اخذ شويه هذا اللون الابيض اللي استعملناه بالبدايه وشويه افتح بيه من هنا. طبعا الخطوات كلها راح اسويها هنا هم نفسها. اوكي الكوريات ما يرسمون اي لاينر كلش عريض او يوصلوا، دائما يكون بالبدايه وبالنهايه. بس صراحه احس هذا الموديل الاي لاينر هذا يرهم للبنات حتى اللي عيونهم مبطنه كلش حلو يطلع. بس راح نرسم اي لاينر خفيف كلش كلش ناعم. ضاعوا كونسيلر صاير هنا، ما ادري كريم اساسي ولا خالي. طبعا دائما الاي لاينر مالتهم هيك يكون شيء ما اعرف يعني شلون اقول لكم، بس هيك مو مايل مثل مالتنا او كلش مرفوع. ها هي تشوفون ان شاء الله واضح وياكم. شويه راح ارسم بدايه العين، شوفوا الفكره كلش حلو. بعد مكياج العين ما خلصان. لا وهنا بقت الخطة بالفشل. اوكي طبعا هذا الايلاينر مالتي من سيفورا كلش حلو بنات وسهل بالرسم. هسه راح استعمل هذا اشتريته من اسنس اللي هو شادو كريمي بس يكون بلمعه. شوفوا شادو جليتر نعم. ولا وانا ايدي مليانه مكياج لان كنت اجرب شنو افتح كريم اساس عندي باعوا. فهسه هذا راح نستعمله لان كلنا نعرف الكوريات كلش يخلون هنا هيك لمعه. يلا راح نطبطب حتى نحصل على شقد ما نقدر لمعه. يا سلام. بعدين الفرشة اللي خليت فيها الوردي بس شوي راح ادمج منها انا، انا مو يطلع طبيعي. دا ارسم الايلاينر، انا بدي اطلع على هاي العين واخر منها لطفني رجاء. سوي مساحة بيني وبينك لطفا، ارجع ورا ورا. برافو باي باي. يا رب يطلع نفسي يا رب يطلع نفسي يا رب يطلع نفسي. يا رب ليش بشني؟ طلع نفس هاي الجهة الجهتين سوا. ما هذا؟ لا ما انسى ادمج بصل وبعدين وبعدين وبعدين. شوف احس هذا يشبه الكوريات اكثر، هذا يشبه العاليات. سوي تعديل.
اوكي جبت هذه العلبه من كاترس اللي هي بها هوايه هايلايتر، هوايه انواع هايلايتر، فراح استغل واحد منهم اشوفها احلى شيء ينطي لمعه. اي هذا شو راح نستغله بس يجي بالوسط ننطي لمعه زياده. اوكي هسه تقريبا خلصنا العيون، بقى شغل من جوا، بس قبل ما نشتغل بالعيون من جوا خلينا نسوي باقي البشرة. الكوريات ما يستعملون هواية من ال قولوا وياي الكونتور، وبنفس الوقت حواجبهم كلهم لونها فاتحة. تشوفون أنا حواجبي سودة كلش طوخ، فهسه راح نحاول نفتحها بالآي شادو، لأنه صراحة حواجبي يعني ما شاء الله كلش سودة سودة، فراح أحاول أفتحها شقد ما أقدر حتى تطلع حلوة. ثاني شيء يمكن إحنا العرب نرفع حواجبنا، خصوصا هسه الهبه الجديده هي جدًا نرفع حواجبنا، فهم لا هم يمشطوها بغير طريقه. حاخذ هذا الاي شادو شويه الفاتح، بلكي الله يفتح لي هذا. شوفون يس فتحت شويه، طبعا حتى نقدر نفتحها بال شو اسمه شويه بال الكونسيلر او اي شيء كريم يكون فاتح. على فكره احس الفرق هواي احلى. دقيقه بعد لا بعدها مو فاتحه، خلوني اجرب هذا اللي هو مال الحواجب بلكي يفتح لي اياها. ما اعرف شلون يفتحون حواجبهم، حس دا طوخه ما دا افتحها. زين نجرب الكونسيلر شو يقولون. يلا نجرب الكونسيلر. وي صار هو دقيقه كان انسب شيء بالكونسيلر صراحة. انا ما ادري ايش فتحها في اول هاي، خذني الواس بس هذا شوف كذا اقرب. والله هذه يعني احسن شيء. شو اسوي؟ حواجبي من الله هيجي سودا يعني ما تتفتح. حتى اتذكر بالعرس بالصالون ايش قد حاولت تفتح لي اياها، بعدين هالقد ما ملت طوختها بزيادة صارت سودا طوخ، لذلك ما احب مكياج ارسي كان كله مو حلو. اوكي كني سويتها شقرة زيادة. شو تقولون انه احلى علي الحواجب الطوخ مالتي اللون الاسود لو هاي الحواجب الفاتحة؟ اوكي هسه خلصنا، هسه رح نشتغل شنو على البشرة. همينة خلوني استعمل بلاشر بس كريمي. طبعا هم هنا يركزون، تخيلوا هنا يخلون البلاشر دائما على الخشن، هم يخلون وين خلينا ندمج. اوكي هواي هواي يحطون بلاشر، هم شعدهم الخطوط مالتهم حمراء جميل. الله يصبرني بس على السوايات بدي يسويها سامر بين ما اكمل الفيديو. اوكي وهسه راح نستعمل كونتور للخشم، لان قلت لكم الكوريات بس للخشم يسوون كونتور، كذلك تحسون كلهم خشمهم نفس الشكل. دائما الدمج مع الخشم حاولوا نزلوا على الوسط، قصدي هيك يعني. هسه ما انه خلصنا كل شيء، خلونا ندمج كل شيء بالبودرة نثبت عفوا، وبعد التثبيت نجي على الجفن التحتاني. دائما الكوريات هنا هيك يركزون على مود هذا، هاي الحركه هم مو عينهم مسحوبه يسووها حتى هاي الحركه تكبر عينهم. فراح اخذ اللون الوردي نفسه اللي استعملته وراح ابدي وين خط التجاعيد، اول خط يبدي عندي وارسم هنا عليه. اوكي حلو صراحة أنا من البنات اللي كلش قليل أخلي آي شادو على الجفن التحتاني، لأنه أحس كلش ينطي جمالية للعين، بس أحس ما أعرف ما أعرف أخليه. اوكي طبعا راح نستغل شنو؟ راح نستغل هذا نفسه همينه كلمعة.
كلش احب هاي الحركه طبعا اللي سووها ان هنا يخلون لمعه على الجفن التحتاني، احس تنطي جماليه للعين مو طبيعيه. تمدوها حتى بمكياجكم العادي. هسه راح ناخذ شويه من هذا اللي استعملناه من هنا الهايلايتر. حبيت طبعا النتيجه كلش حلوه. اوكي هسه شنو لازم نسوي؟ الحمره والمسكارة اخر شيء، خلينا نسوي مسكارة وبعدين نرجع. هسه وصلنا للمسكارة، تعالوا نخلي المسكارة. شوفوا هم يخلون رموش، بس اني انسانه ما اعرف اخلي رموش، ما تنجح عندي، فما راح اتعب نفسي واضيع وقتي ساعة وبالاخر ما ينجح، فراح نعتمد بس على المسكارة، اوكي؟ اللي تعرف تخلي رموش خلي بهاي المرحلة لان يطلع كلش حلو. والرمش التحتاني راح نسوي بيه موديل يجنن، انتظروا. اوكي هنسوي هاي قبل ما نحط المسكارة. شوفوا الكوريات دائما اشوفهم يسوون خطوط بالايلاينر على الرموش التحتانية قبل ما يحطون المسكارة حتى يحسسون انه عندهم شعر هيجي زيادة. اوكي فانا اخاف صراحة. شوفوا هنا سويتها بس ما ادري. طبعا الخطوط تكون بس على هذني من ورا، يعني لا تدخلوها اللي قدام لان اكيد تبين. بس تعال نحط مسكارة. هادي ربالكم منها فخ. شنو رايك بلون حواجبي الجديد؟ قولي وينه؟ وينه بوجهي؟ حواجبي حواجبي يا لون صار فاتح. اي بس فاتح هذا مو غير لون. اي هو فتحتها حلوه حلوه لو لا شنو ليش؟ اي اوكي حلو ليش؟ دا اسوي مكياج كوري يعني ما له علاقه. مكياج كوري؟ اي فالكوريات حواجبهم فاتحه ففتحت حواجبي شنو ليش؟ والله حلو الكوريات حلوات. بدل ما يقول مرتي حلوه مرتي قمر القالب غالب الكوريات حلوات. سارة مو أحلى منك. أوكي ماشي ارتاحي يا سارة. أي شكرا. تبدل يوم إيش وقت تقولي أنت حلوة. بنات كتبوا لي حبيتوا هيك نوع من المحتوى، دائما نسوي محتوى بيوتي. حتى اذا تحبون دائما من نسوي محتوى بيوتي نحكي بموضوع معين، يعني مو بس دائما انه بس نسوي مكياج او شعر. اوكي حتى نسوي نفس الفكره هنا أنا راح اخذ شويه الملقط بما انه المسكارة بعدها ما ناشفه وهيك شويه اجمع الشعر حتى يبين الشعر ثخين من جوا. تمام طبعا خلصت العيون. هسه نجي على اكثر شفايف شنو على اكثر حركه حلوه بالمكياج الكوري. حمرهم دائما شيء مميز وتحسوها حلوه. انا صراحه يعجبني حتى اعتمدها بكل المكياجات لان احسها كلش حلوه. راح استعمل اطوخ حمره عندكم تردون وردي او احمر، بس انا راح استعمل احمر. خلي نقطتين هنا بس هنا ندمج بالاصبع. نرجع نخلي القوس مسبوع جمال ما اقدر اتخطه. اول شي باعوا ايدي. بس هذا المكياج الكوري شنو رايكم بيه؟ هسه مش تعالوا وياي خلنا ناخذ راي ابو الياس. عزيزي المواطن عزيزي المواطن شنو رايك بزوجتك الكوريه؟ والله خلي باع
هاي ما اعرف اسوي. هذه الياس مني يستفزني يضل يرفع حواجبه. هاي مال كوريات؟ وانا شو ما عرفني الكوري عن العربي وعن الاجنبي؟ يعني عند جمالي. لا مو جمالي. هل انا طالعه جميله؟ يعني المكياج اللي تقصدين ايش ما انا ما اعرف الفرق. يعني لايق لي. اي كلش. يعني اكو بنات مثلا يصبغون شعرهم زي. قولي لايق لي لو. يا لايق لي. هلا شوف. انا دائما كانت اكو بنيه اشوفها بالحلم هيج حلوه سبحان الله نفسها مسوي انتي. اي هو لايق لك يعني حلو كان. ليش كل شيء تربطه ببنيه غيري؟ ليش؟ ليش؟ مرات يعني واحد مو يحلم بالحلم عود كانما هو بالجنه يعني هيك كلش حلوه فانت كلش حلوه. شكرا. والله كلش حلوه. على ام اللحظه الحلوه. دا اقول لك كلش حلو بعد لا تسالين زوجك لايق لي، شوف غيرت صبغ شعري لانه خيا ما عندهم شعور، العراقيين شامرين الشعور، من كانوا يوزعون شعور كانوا نايمين. ما حد قاعد دقيقه دقيقه الواحد من يشوف نسيت احط هايلايتر على الخشم خلاص نرجع نحط اي كم لا هي شاد ما تخلي هايلايتر لا تخلي شايفين راح اذكي تشيك تشق تشق والله تشق اوكي خلينا نخلي هايلايتر حتى يخلص المكياج وانهم وياكم الفيديو ابو الياس خرب علينا اللحظات الجميله خلي بس اخلي هايلايتر نسيت طبعا الكوريات بنات ما يخلون مثلنا بس على الارنبه مع الخشم لا حتى هنا يسوون سامر يعني ما يسكت سامر بالع مسجل مثل ابوه اوكي هيك يسوون نعم تحسوا كل شيء طلع فيه ها خلصت النستله مالتك على فكره كلش حبيته بنات ترى كلش حلو خلي افتح شعري ونطقطق بيش كم صوره وها هي وبس حبايبي لهنا وصلت وياكم نهاية الفيديو اذا حبيتوا هاي الفقرة وتريدون نكررها دائما كتبوا لي بالتعليقات وهذا كان شكل المكياج النهائي صراحة كلش حبيته وحسيته تغيير عن اللي اسويه واذا تلاحظون هذه الرموش اللي سويناها شوية بالايلاينر كلش اندمجت ويا الرموش الحقيقية فصارت ما تبين احبكم كلش هواي انتظروني فيديوهات جديدة مع الف سلامة وباي باي.